بعدين انا مش شايف بتاعك بعد كده ما تديليش مفتاح العربيه فاهمه ولا لا ما تتكلميش انت خلاص خلاص ما تتكلميش خالص بقول لك ايه انت كميه قله الادب ما انا لازم اقل ادب على حد زيي بص هو انت مستفز الله بتزعقوا كده ليه جايين تعزموني وتعملوا كده اهو عزومتنا الاول هو سباق مراكنا كانت سباق ايه جو العيال ده اصلا قولي لنفسك يا حبيبتي اخرس يا واد اتلهي يا بت بس يا واد اسكت يا بت انا فين في روضه اطفال ها شفت هو مستفز ازاي يعني ما هو مستفز قوي يعني يا بيبو على الاقل مش مغرور ورزل ازاي كاني شايف يسريه وشريفه قاعدين قدامي عملوا فيكوا كده امتى الله ده انا قلت انتوا اللي هتتحرروا وهتغيروا الكلام الفاضي ده دلوقتي اللي انتوا مش قاعدين في قصر واحد ايوه بس ممنوع نكلم بعض ونشوف بعض من بعيد وبس الحمد لله هو العزومتين دول مش قصر بالهنا مظبوط طيب ينفع ندمج العزومتين مع بعض مستحيل لا يمكن طيب خلاص يبقى عندك يا طارق بيه من 2 ل3 وعندك يا ولاء هانم من 3 ل4 اشمعنى بقى هم الاول على فكره دي اسمها ذكوريه ذكوريه لا يا حبيبتي دي الاصول امين ابو طارق هو الكبير وابوك فطين هو الصغير ايوه بالاصول عندنا احنا الاول يا ابني مستفز مستفز سيبك منها سيبك منها بيبو بقول لك ايه يسرا كانت عايزه تعزم معاك جدو جابر اعزمه حبيبي يجي يشوف المسخره اللي انتوا بتعملوها دي بس انا ما اعتقدش انه هيطلع من عزلته لكن جرب لحد بقى ما الكلام ده يخلص تفهموا حاجه اساسيه طول ما انتوا عايزين تشوفوني وتيجوا البيت تتجمعوا ما تتفرقوش خليكوا اذكياء الذكاء نعمه ايه النصيحه في انكم تتفرقوا صح نعم فعلاً